دكتور جاني مشندف موجودة معنا اليوم، مديرة المركز المستدام بالجامعة الأنطونية. موضوعنا اليوم رح يكون وركشوب جديد مود اي اوت كوتور، رح يكون ب 11 12 13 الشهر. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. كنا حكينا المره الماضيه عن ورك شوب هندسه داخليه، كيف كانت الاجواء؟ مزبوط، كانت بتجنن. كان عندنا اكثر من 40 بارتيسيبون وكانت على 3 ايام كمان. بقى هالمره بالاديسيون الجديده نحن سابع فورماسيون بنعملها ارتستيك رح تكون عن الماضي اوت كوتور، دونك مثل ما قلنا ب 11 12 13 هيدا الشهر من 9 لل 5 بعد الظهر بسمول فيل اوتيل ببادارو. شو رح يكون البرنامج؟ فهمت أنه في ماركات عالمية وطبعا في محاضرين كمان من لبنان. مزبوط، الوركشوب يبلش ب 11 الشهر، فإذا أول شيء رح يكون عندهم عن تاريخ الموضة الماضي أوت كوتور من لوي 14 لليوم، بيرجع بعدين أهم الماركات اللي غيرت بالعالم مثل ديور، إيف سان لوران وشانيل، وبعدين بيكون عندهم كيف تحولت الموضة، يعني ليزيبوك من الأريستوكراسية للبرجوازية للديمقراطية. بعد الظهر رح يكون عندنا البريفيليج لنفوت على صالون المصمم العالمي إليسا. هون بدي أتوقف وبدي أشكرهم لأنه شاركوا معنا وفتحوا لنا بوابهم. رح يكون لو ريبريزونتون اوت كوتور اوروب مسيو جون بول كورنيو اللي جاي خصيصا من فرنسا لهالفورماسيون ليناقش عن الاوت كوتور، عن الديفيلي كيف بيصير. دونك هيدا الوركشوب رح يصير بعد الظهر مع البارتيسيبون، هيدا باول نهار. بتاني نهار رح يكون عنا دونك رح نتعرف على كل شيء خاصه بالتوندونس اي مارشي. دونك نحن اليوم ليه منقول في فينتج، ليه منقول في كوران فيجن، دونك كل هول رح يتعرفوا عليهم. في بارت للديفيلي والكرياسيون، دونك كيف المصمم من وقت ما يرسم لوقت يطبق ويتطلع على الفيترين، كل هالبروسيسوس رح يتعرف عليه. بعد الظهر رح يكون في وركشوب مع لي بارتيسيبون ليتعلموا كيف بيعملوا كوليكسيون، شو يعني مود بورد، شو يعني كروكي، كيف بيتنقوا الالوان، كيف بيتنقوا التيسو. بثالث نهار رح يكون عندنا كل شيء خصه بالمارشي، دونك بالسوق العالمي، شو اللي بيميز هيدا الديزاينر عن غيره. وبعد الظهر رح يكون عندنا زياره مع الديزاينر ساندرا منصور، رح نفوت لعندها على الاتوليه، وهون كمان بحب اشكرها لانه كمان فتحت لنا ابوابها ليتعرفوا على الديزاين اللبناني وكيف بتصير كل هالعمليه. فوالا، اذا كمان فينا نشوف الفيديو عن البروغرام. بنشوف فيديو. فإذاً مثل ما شفنا ثلاث أيام بتصور كاملين، يعني من 11 من الساعة 9 للساعة 5 بعد الظهر. دونك أول بارتي اللي هي مخصصة لكل شيء تيوري، وثاني بارتي اللي هي كل اللي تعلموه على بكره بيطبقوه بعد الظهر، إن كان ليتعرفوا على الكرياتور أم ليطبقوا بإيده. فإذاً لمين هالوركشوب؟ هيدا الوركشوب هيدا الوركشوب للهواة وللمحترفين، للهواة ليجوا يتعرفوا على هالعالم، وللمحترفين رح يصير عندهم فرصة يحكوا مع لي بروفيسيونيل اللي جايين من برا ويصير في تبادل خبرات. دونك هي مفتوحة للجميع. يعني لو كان أشخاص بس هوايتهم الفاشن أو بحبوا الفاشن رح يكونوا عم يستفيدوا ورح يكونوا عم يشتغلوا على قد قدراتهم. مزبوط مزبوط. حدا يعطل هم شيء. لا. مين لكن المحاضرين خلال هالثلاث أيام؟ المحاضرين لهالثلاث أيام أول شيء الانترفنونت برانسيبال اللي هي مدام كاترين أورمان، جاية من باريس خصيصا هالثلاث أيام. هي هيستوريان وكونسرفاتريس دو باتريمون. إذا مؤرخة وكمان بتحافظ على التراث، يعني من محافظين على التراث. مزبوط، دونك هي عملت أهم المعارض بباريس وهي كاتبة، دونك كاتبة أكثر من خمس كتب فينا نسمي منهم لارد دو لا مود،
Dior Forever All About Eve. هي أول محاضرة رح تكون معنا. ثاني محاضر رح يكون معنا مسيو جان بول كورنو كميناجي خصيصا من باريس، هو ريسبونسابل اوت كوتور بميزون اليساب. دونك مسيو كورنو اشتغل لاهم الماركات بالعالم، منا جيفانشي، منا دولتشي اند جابانا وكثير غيرها. وثالث ديزاينر، يونغ ديزاينر، رح تكون معنا اللي هي ساندرا منصور. ساندرا منصور درست بباريس وسويسرا وانشهرت بالبخودغي وتبنيها الديزاينر العالمي اليساب. دونك هولي رح يكونوا معنا بهالثلاث ايام المحاضرين. شباب وصبايا طبعا مرحب فيهم، فاذا من كل الاعمار لازم يكونوا عندهم شهاده جامعيه او لا؟ فيهم ما يكون عندهم شهاده جامعيه، بس مهم يكون عندهم حب المعرفه والاستطلاع. يعني من اي عمر بتستقبلوا؟ يعني من عمر 18 وطلوع. وطلوع بتستقبلوا. رح نشوف فيديو كمان بعرفنا على المحاضرين بهالورك شوب. فإذا مثل ما عم نشوف أسماء كتير كبيرة بهالوركشوب، كيف ممكن الاتصال فيكم والحجز لازم يكون أكيد قبل بوقت يلي هلأ يعني صار؟ مزبوط، بعد عندهم جمعة ليتسجلوا، لأنه البلاس سون ليميتي، ما بناخد أكثر من 20 شخص ليقدر يصير في تبادل وتعاطي بطريقة مفيدة. دونك فيهم يتصلوا على الجامعة الأنطونية، الرقم عم بيبين على الشاشة، أم يفوتوا على ويب سايت الجامعة اللي هو www.ua.edu.lb ويتصلوا فينا ويحجزوا محلهم. المركز المستدام بالجامعة الأنطونية دائما عنده أشياء جديدة، والتركيز حاليا كان أكثر على الفنون. مزبوط، نحن قررنا لأنه شفنا في حاجة بالبلد. اليوم إذا حدا بده يعمل ووركشوب على فترة قصيرة مع بروفيسيونيل ما عنده هالمجال، مضطر يسافر لعباريز على لندن أم حيا لمحل بيوروب. سو نحن قررنا أنه لأنه في هالبزوان الحقيقي بالمحشي، قررنا نجيب لي بروفيسيونيل ونشتغل على تيماتيك بعد منه مشغول عليها. فنحن اليوم بسابع إديسون لقلنا، عملنا ديجا قبل لاغ دو بيجو اللي هي أخذت سكسي عظيم، عملناها على دورتين، وهلا رح يكون في من بعدها كرياسيون دو بيجو. عملنا عن الديزاين دو موبل، عملنا على الار كونتمبورين للصغار وللكبار. دونك عندنا هيدا البيليه بنختص فيه بس، ولكن عندنا ثلاثه غيرهم. دونك بنعطي فورماسيونات للشرك، بنفوت على الشركه بندرس البزوان وبنعمل لهم دي فورماسيون سور ميزور. عندنا لاساتذه المدارس لنواكبهم بالتطور التكنولوجي والبيداغوجيك، وعندنا لتلاميذ المدارس 11 ورك شوب مجاني مفتوح على مدار السنه ليجوا يتعرفوا مع لي بروفيسيونيل عن التخصص اللي بدهم يعملوه بالمستقبل. هذا يعني شيء كثير مهم، هذا فريد، نحن الوحيدين اللي عندنا اياه. واللي بيكون بخلال الصيف؟ بخلال السنه الدراسيه. دونك من سبتمبر لجوان مفتوح كل نهار سبت، بيجوا بيتعرفوا خلال 11 وركشوب مجاني مفتوح لهم. اهلا وسهلا فيك دكتور جاني مشنتف. اذا المركز المستدام بالجامعه الانطونيه 11 و12 و13 الشهر يقيم بالسمول فيل اوتيل مود اي اوت كوتور، يلي راح يكون يعني مفتوح فاذا للجميع يلي بحبه. ضروري يكون اكيد الحجز قبل بوقت، والاتصال كنا عم نشوف او بعدنا عم نشوف كمان الارقام على الشاشه. وطبعا يعني في اشخاص يقدروا يساعدوا الشباب والصبايا او الكبار والصغار يلي حابين انه يكونوا عم يتعرفوا، يمكن كمان بعمر كبير نكون حابين نرجع لحيلا هوبي عنا اياها او حيلا اختصاص يكون يعني ما بيبرق الوقت على ولا شيء، فينا نرجع بهالطريقه نتعرف اكثر على اي شيء نحن بنحبه او بنهتم فيه. مزبوط، هيدي فلسفه الفورماسيون كونتينيو بالعالم، انه اليوم ما بقى الواحد بيوقف على شهاده كانت ليسانس ماستر ولا دكتوراه، على طول لازم نتعلم، على طول لازم ننفتح على غير اوريزون، ان كان بروفيسيونيل ما ولا على الصعيد الشخصي للكولتور تبعولنا. بقى هول الفورماسيونات ضروريه للباركور تبع الانسان. غير انه هلا كمان الاختصاصات صارت كثير متشابكه، يعني مزبوط في اوقات كثير اختصاصات هي بحاجه لا اختصاصات تانية انه تدعمها وتسندها لحتى يكون عنا من كل شيء ونقدر صح نكون عم نوصل. والميزه انه الميزه بهالوركشوب انه في بروفيسيونيل، في عالم، في اسامي كبيره شاغله
كان بالموضه وان كان بالاوت كوتور، دونك رح تجي وتخبر عن خبراتها وتشارك هالبارتيسيبون ليقدروا ان كان عندهم هالهوبي يطوروه ام اذا كانوا بروفيسيونيل يفتحوا اكثر بالمجال. اوقات يعني بتبدا بوركشوب وبتصير مزبوط. اختصاص كمان. مزبوط بتصير اختصاص. اهلا وسهلا فيك دكتور جنيم شنطف، شكرا لك. وهلا بنرجع نتابع لايف.